السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ اسمحوا لينا الا تعطلنا عليكم، شحال هادي ما رفعنا حتى شي فيديو. المهم غندير واحد تحليل خفيف ظريف دغيا تو دو سويت. وهنايا واحد الصفقه في بيتكوين، هنايا بالنسبه اللي كيخدم في الفيوتشر. غنديرو الفريم ديال 15 دقيقة. دونك هنايا الا جيتي تشوف عندنا واحد لا ريزيستونس هنايا، هنايا من هنا دونك راه هنايا واحد لا ريزيستونس، هادي التانية. السعر هو جد هنايا عاود دار بول باك بغا يرجع. المهم انا راه خديت لابوزيسيون ديالي، هادي ماشي كنأكد عليكم دخلوا. المهم كل واحد دخل على المسؤولية ديالو. دونك انا دخلت هنايا على اساس انه عندي هنايا فوليوم طالع، وعندي هنايا لاميش. دونك لاميش عندنا كان السعر نازل 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 نازل، حتى هنايا دابا هاد الناس اللي كانوا بايعين من هنايا غيكونوا كاملين خرجوا في هاد النقطة هادي. هادي النظرية اللي بانت لي هنايا. إلا كان شي واحد غيتوكل على الله يدخل في هاد الصفقة هادي باي مزيان، بطبيعة الحال الستوب ديالنا غادي يكون هنايا، الستوب ديالنا غادي يكون تحت هاد لاميش هادي. إلا تكونفيرمات لينا واحد الشمع مسدودة في تحت هاد السعر اللي هو غادي يكون لي تقريبا 41900، غادي نخرج من الصفقة ديالنا. إلا استمر السعر طلع الفوق مزيان داكشي اللي بغينا، وممكن نخرجو في هاد المستويات، كنخرجو في القيمة ممكن نخرجو في هاد المستوى هنايا. دونك غتكون عندنا تقريبا واحد لا مارج ديال 1% ديال الربح. هذا مكان التوفيق للجميع.